السلام عليكم، معكم بالطرب سيسان، لاعبة في كرة المضرب على الكراسي المتحركة من كلاسية الثالثة وطنية، ولاعبة في المنتخب الوطني لكرة السلة إناث. مني حملت يعني ضروري غادي ترجع شوية اللور، يعني ما كتبقاش تريني وتلعب كيف كنتي في الأول، وحاليا يلا دابا ترجع الصحة ديالي شوية مع الفتحة. بقى شويه كتديني كتعرقني في التمارين ديالي، عندي اعاقه حركيه الرجل اليسرى. بالنسبه مني كان يلا تزاد، كنت باركه عند الوالده ديالي، كانت اختي هي اللي مقابله معايا، ومني كنا كنمشيو نلعبوا مثلا عندنا شي لعب في خريبكا ولا في مراكش ولا شبه، كانت كدي بلاصه معايا هي بمساعده الجمعيه ديالي، كانت كدي بلاصه معايا باش تشدو. ودابا ملي كيكون عندي شي ستاج ولا كيكون عندي شي حاجه غراف، يعني كندير للدار، الا كانت عندي لونطري ما هنايا في طريق جديده كنمشي انا والزوج ديالي وولدي، حتى هو تندير ليه راكيطه ولا اللعاب ديالو كيبقى يلعب، ما فيش الحركه بزاف في التيران، كيبغي هو اصلا يشد لا بال والراكيطه ويبقى يلعب بوحدو. بالنسبه لهاد العيده 8 مارس هو عيد اللي تيقوم بتكريم المراه على المجهودات اللي كتقدمها لهذا المجتمع هذا. انا بالنسبه لي انا امراه يعني كنبغي نحتفل باليوم العالمي ديالي بطريقتي الخاصه انا والزوج ديالي. كي كتبان لي المراه يعني اللي كنعرف انا الجل ديالهم يعني اقوياء صراحه، قال ما كيحسوش بانهم اشخاص معاقين. اللي كنعرف انا وكاين شي وحدين اخرين اللي كتكون الاعاقه ديالهم صعيبه، ولكن اش غادي نقول لك، يعني ما غاديش نقدر نحكم عليهم انا بالاحساس اللي كيحسوا به هو، نقدر نحكم على الناس اللي تنعرف انا، يعني كيبانوا بان الاعاقه ديالهم ما كتشكل لهم حتى شي حاجز باش يوصلوا للاحلام ديالهم. علاش لا، كاينين اللي قاريات، كاينين زعما اللي يعني واصلين المراتب اللي كثيره، كاينين دكاتره قضاة، علاش لا اللي ما تكونش رئيسات الحكومه بحال كيما المراه يعني الساويه كتطمح انها تكون رئيسه الحكومه، كنظن بان المراه اللي يعني من ذوي الاحتياجات الخاصه هي غادي تطمح بانها تكون رئيسه الحكومه. وانا كنفضل يعني ما نكذبش عليك، كنفضل المراه اللي كتكون عندها اعاقه لانها كتفكر بعقلها بزاف. انا دابا بزاف ديال الامور ما كنخدمش فيهم قلبي، كنخدم فيهم عقلي. رسالتي ليها انها تحتفل باليوم العالمي ديالها، تحتفل بهذا 8 مارس وتجدد الطاقة ديالها وتشبت بالأحلام ديالها وتحاول تحققهم. هذا واحد تحية خاصة لجميع الأمهات وجميع الزوجات وجميع البنات، كنقول لهم سنة سعيدة ونتمنى لهم طول العمر ومزيد من التألق والنجاح في حياتهم إن شاء الله. وواحد رسالة للزوجة ديالي اللي غنقول لها، بينما عمر شي حد ما غادي يفرقنا مهما يكون، وعيد سعيد وكنبغيها بزاف.